هنا في الاستوديو السيد حبيب عقيقي كبير محللي الأسواق المالية بشركة ترابيديا. أهلا بك سيد حبيب. أهلا. بداية سنتحدث عن ما تنتظره الأسواق خصوصا رفع سعر الفائدة الأمريكية. هل ستتجه الإدارة الأمريكية لرفع سعر الفائدة الأمريكية، وما هي المعطيات التي قد تثنيها عن هذا القرار؟ بالحقيقة يعني بالرغم من تباطؤ بجودة البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة، إن ما زالت احتمالات رفع معدلات الفائدة عند 80%. عدم الرفع يشير إلى أمرين. الأمر الأول هو تخوف صانعي السياسة النقدية بالولايات المتحدة من الوضع الاقتصادي، وهذا الأمر الذي لم يتم الإشارة له بأي من الاجتماعات السابقة، كما أنه هذا الأمر سيعرض الفيدرالي وأعضاء الفيدرالي اللجنة إلى المساءلة حول رضوخ لتدخلات ترامب الداعي بعدم التشديد أو إيقاف عمليات رفع الفائدة. لذلك السيناريو المرجح هو التزام الفيدرالي بالرفع مساء اليوم، لكن الإبطاء من عمليات الرفع لعام 2019. كان في انقسام بالاجتماعات السابقة بين أعضاء اللجنة ما إذا سيتم الرفع مرتين أو أربع مرات، وتبني الفيدرالي خطة متحفظة أكثر للمستقبل سيحمل تداعيات جديدة على الدولار. الدولار بدأ بتسعير عملية الإبطاء من رفع معدلات الفائدة، فشل ثلاث مرات بتخطي مستوى المقاومة عند 97.50، واليوم هبط دون مستوى الدعم عند 96.30، هالمستوى يلي كان عم يحتوي جميع عمليات الهبوط. لذلك أتوقع مزيد من الهبوط باتجاه 95 على الدولار. نعم. نبقى في الشأن الأمريكي ولكن من زاوية العلاقات مع الصين. وزير الخزانة الأمريكي تحدث عن لقاء مرتقب بين الجانبين، هل نتوقع حدوث اختراق في هذا الجانب العلاقات التجارية بين الجانبين، خاصة وأن عدة اجتماعات قد فشلت في إحداث هذا الاختراق؟ بالضبط. يعني بالرغم من أهمية هذا الموضوع وتأثيره على الأسواق، إلا أنه الأسواق تعبت من هذا الموضوع، وبالحقيقة لن تعود أسواق الأسهم إلى التعافي أو إلى الصعود من جديد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، وليس فقط اجتماع. يعني الاجتماع إذا ما نتج عنه اتفاق يرضي الطرفين ولا يؤثر على التجارة العالمية، هذا سيؤثر سلبا على الأسواق وليس إيجابا. نعم. أنتقل للحديث عن أسواق النفط. هناك من يقول بأن انتهاء فترة الإعفاءات التي كان قد ترامب منحها للمستوردين من إيران، انتهاء هذه الفترة قد يدعم الأسعار. هل تتفق مع هذا الطرح، خاصة وأن رأينا أن أوبك قد اتفقت على سحب 1,200,000 برميل، ولكن الضغوط مستمرة على الأسعار؟ اتفاقية النفط الأخيرة وهالتعاون بين المنتجين من داخل وخارج منظمة أوبك يمكن ساهمت باحتواء النزيف يلي تعرضت له أسعار النفط، لكن لن يعود النفط إلى الارتفاع ما لم يحصل تعافي بالطلب العالمي. التحدي الجدي اللي عم بيواجه النفط هو ليس فقط جهة المعروض، إنما الطلب العالمي على النفط تراجع بشكل كتير كبير جراء المخاوف التجارية وجراء التباطؤ بالنمو العالمي المرتقب للأعوام القادمة. لذلك الأمر الوحيد الذي سيعيد النفط إلى الارتفاع هو تعافي الطلب العام، وهذا الأمر مستبعد. لذلك كل عملية تصحيح صعودي بالنفط تعتبر فرصة جيدة للبيع. نعم. باختصار سيد حبيب، فيما يتعلق بأسعار الذهب خاصة في ظل الغموض الذي يحيط به الاقتصاد العالمي، ما هي التوقعات؟ هل سيسجل نقطة مقاومة جديدة؟ نعم بالفعل، الذهب عم يرتفع إلى أعلى مستوى له بخمسة أشهر، ومن آخر شهر سبتمبر شهدنا ارتفاع بالذهب متزامنا مع ارتفاع بالدولار جراء ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة بسبب الأسباب اللي تكلمنا عنها، المخاوف التجارية والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي. لذلك نعم بالمستقبل هناك توقع لمزيد من الارتفاع باتجاه مستوى 70 ومن ثم 80 دولار. نعم. إذن السيد حبيب عقيقي كبير محللي أسواق المالية بشركة ترابيديا كنت معنا، شكرا لك. شكرا لك.